رب العالمين. صلاة الله على الهاد الأمين إمام الأنبياء والمرسلين أعظم الأسماء ما وردت بنفسه وما في الكتب
عن القلب صدى للصالحين. إلهي يا كريم بأك أنت بأك أهل الكسار انظر إلينا عفيف ولا تنسى كما لديني سعادة عظيم الآل تجل عارفين. إلهي يا قريب بأك خمسة بأك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. لا إله إلا الله، أعلى مجده وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. لا إله إلا الله، إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلق قد إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. لا إله إلا الله، ما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله، والصلاة على من ظللته الغمامة، الحبيب اليماني. ما شاء الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله الحبيب اليماني. بشرح لي ولاي من أهل ملامة من حسود وشان، بمهوري الهوى شهود ربحت سلاما، والحبيب خط فيها ولا
صلى الله عليه حيث أبرز
تتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من بر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى صلى الله عليه. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترق من أعلى مقام ناها في مجده وتعالى صلى الله عليه. لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. هو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود الخلق ينور صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فما وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. الله لا إله إلا الله.
فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها. آمين. التحيات وأوسعها. آمين. على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. نقده وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. الذين اتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما أقوال بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. صلي على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا ربي صلي على النبي من جاءنا ويسأل يا كريم الوجه فقم
بما جاء الله طعم محمد وآله ما كلمه غزاله هو وأهله وأصحابه وجملة صيانه والصلاة على المغتال ختم الرسالة يا رب صل على النبي الله طعم محمد وآله من كلمته الحبيب الذي سيف عليه الجلالة النبي الذي ما كنت تلحق بدانا الله يا رب صلي والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الظاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فضيلة التصوير في العالم المطلق الكبير شهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريم قتون صلى الله عليه أما تمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه الذي يتنقل في يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرعام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا أير الأفكار ظهوره وبعر صلى الله عليه علقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه
أوصاف ذلك الموسوم تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. تضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام. صلى الله عليه. لكن أتني إلى تدوين ما غفلته من سير أشرف المرسلين أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. يطوف الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين. صلى الله عليه. لا عز علق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق لا سماع أوصافها العظيمة. صلى الله عليه. لعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. الله 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 الله
الحبش والأسرى. الله 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 الله
على التقوى فيه يستشفى من الأدواء ورياض الخير والجدوى والصدور الأطفياء الله صلوا على النبي المرتضى اللهم صل وسلم.
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وقد آل للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر وعبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نورهم. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخره في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شأت من البرية بكمال خصوصية. واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه. وأمه التي هي من المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. صلى الله عليه. وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبثق على أهل هذا العالم
فيوضات فضله وتنتشر فيه أثار مجد السليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رجال كل محزون وفي كل البلية. الله الله يا الله. الله الله يا الله. الله الله يا الله. سمع الدعاء رجال سميع الدعاء فارجعنا كل ما صرنا
على النبي. Masiwa made, pera muya tu yonzima, komoria tu, 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 masiwa made.